علشان عشان ايه؟ علشان اروح يعني، عشان تروح النادي نادي اكس مثلا. فكنت على دايما مش كان هم نقول نادي ايه، لا لا بس خلينا نقول نادي زد مثلا، نادي اكس ماشي. فكنت دايما هم بيجي يقولوا له يا جماعه بلاش، انا خلاص خدت القرار وانا حاسس ان ربنا هيوديني المكان ده، فانا موجود وان شاء الله هروح. ففضلت الثلاث اربع ايام دول كلام من تليفونات بقى من مسؤولين ولا من لا ناس؟ لا من ناس تقيله جدا، ناس مسؤولين يعني. طبعا ناس كبيره جدا. وكمان حتى يعني انا امبارح خلصت في النادي الاهلي، امبارح قبل ما اخش النادي الاهلي انا جيت تليفون للوكيل بتاعي، وكان للوكيل وكان في حاجات غريبه كده بسمعها، فلوس كتير وحاجات. بس طبعا خلاص انا كنت كان من نادي ايه؟ قرار مش مهم بقى يا كابتن، عشان برضه مش عايز اجيب نادي زد. ماشي زد. فناس كتير كلمتني بصراحه وخلاص انا كنت واخد القرار. اتعرض عليك ايه بقى محمد من لما جالك، لما جال وكيلك قبل دخولك النادي الاهلي، اتعرض عليك ايه؟ قال لك ايه اللي اتقال لك؟ عفوا اتقال لك ايه؟ اتقال لك هنديك مبالغ كبيره عشان تسيب الاهلي ولا عشان تيجي النادي الاخر؟ لا هو بصراحه كابتن ما كانوش بيجيبوا سيره النادي الاهلي، كويس لكن كويس جدا. لكن كان هم محتاجيني معاهم. وبصراحه يعني الناس قعدوا معاهم قالوا لهم على فلوس كتير، وهم وافقوا على كل حاجه، على كل شروطك اللي انت عايزها، كل الشروط تقريبا وافقوا عليها. بتبيع بيع غناوه يعني، عارف اللي بيبيع بيع غناوه، فبتلاقي الناس كلها موافقه بالظبط. فاي حاجه كان الوكيل يقول عليها مثلا موافقين والكلام ده كله. لكن انا كنت حاسس ان انا هرتاح اكتر في نادي الاهلي، حاجه انا بحبها والناس كلها. ممكن تقول المبالغ اللي عرضت اخر، اكبر مبلغ عرض عليك يا كابتن؟ انا مش عايز اقول المبالغ دي عشان مش بس انا اخر مره يعني من 3 ايام حد كلمني والله العظيم، وبعت له اللوكيشن بتاع البيت عندي عشان يجي يقعد معايا، هو واحد صاحبي، فبقول لي انا جايب لك واحد وجايب شنطه فلوس معاه وكده فيها 10 مليون جنيه. ده بجد؟ والله. حد منين؟ من نادي جوه مصر؟ في جوه مصر. وهديك 10 مليون في ايدك وفي فلوس هنا. قلت له طب تعالى انا بعت لك ايه اللوكيشن. وديته على فين؟ انا عارف اللي هو مش هيجي. انا عارف، بس انا اصل هو صاحبي ففي حد تابعه. المهم بعت له اللوكيشن وبتاع، قال لي طب ابعت لي اللوكيشن. قلت له والله بعته لك ومستنيك، انا ومعايا الوكيل بتاعه ومستنيك تيجي جاري، عشان لو اتاخرت انا هروح فين؟ روح نادي الاهلي خلاص. المهم راح مكلمني قال لي معلش انا مش جاي. قلت له ما انا عارف والله العظيم. لا كنت وبس في فيها حاجات جت بجد، وفي ناس كلمت فعلا والله العظيم يا كابتن قبل ما اخش النادي الاهلي اللي هو امبارح. امبارح في فعلا ناس كلمت الوكيل بتاعي وكانوا عايزيني، ويعني الحمد لله اللي انا بقيت في نادي الاهلي يعني. في تفاصيل ثانيه مش عايز اتكلم فيها، بس اللي تقدر تقوله للناس اصل مهم ليه؟ لان الناس محتاجه تعرف ايه التفاصيل ليه؟